في مشهد مؤثر تختلط فيه المشاعر بين الحزن على فراق الأحبة والشوق للوصول إلى بيته الحرام، انطلق يوم الثلاثاء أكثر من 570 حاجاً مقدسياً لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام وتلبية لفريضة الرحمن. اجتمع الحجاج في مدرسة الأيتام الإسلامية في بلدة العزرية شرق مدينة القدس وودعوا أقاربهم قبل لحظات من ركوب الحافلات بمشاعر تخالطها الدموع. ولي 12 سنة بستنى هاللحظة واللي الله يعني الله يفرحني فيها، وإن شاء الله يا رب يعطيها لكل مشتيها واللي يحبها. قد ما أنا متشوقة مش حاسة بأيات إشي ولا قلق ولا يعني خوف ولا أيات حاجة، مبسوطة يعني بزيادة قد ما تتصور. يعني اللي 10 سنين منتظر الحجة هذه، وكل سنة بقولنا روحوا ادفعوا في قلب البنك وأقدوا اسمكم، وبنتفائل اليوم وبكرة. كل سنة بقولنا نطلع 10 سنين إنه بندفع في قلب البنك وعاد برجع المصاري، والحمد لله السنة الله استجاب لنا وسجلنا وبنطلع اليوم إن شاء الله على ديار الحجازية إن شاء الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى استجاب لنا في كل شيء، بعطينا كل شيء خير من الله سبحان الله. كان عيد زواجي 20/8 يوم 3، وحاليا 20/8 يوم 3 بكون على جبل عرفة اللباس الأبيض عقبال عند الجميع. إنا 5 سنين متزوجين، شو بدك؟ قالت لي بس بدي أحج، والحمد لله ربنا أطعمنا إياها إن شاء الله يطعمها لمين مكان. شو أحلى منا شعور؟ ما في شيء يعني. اللي بده يزور الديار الحجازية الواحد وعليه فريضة وبده يأديها أحسن شعور والله. وعلى الرغم من استيعاب أكثر من 6400 حاجا هذا العام، إلا أنه غير كاف، فما زال أكثر من 3000 متقدما للحج ينتظرون فرصتهم للذهاب إلى الديار الحجازية لأداء فريضتهم منذ 2013. أتمنى على السلطات السعودية، على المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين، أن يأخذ هذا الأمر بالحسبان وأن يقوم بزيادة حصة فلسطين، وخاصة يعني ولو لمرة واحدة، حتى نستطيع من أنه إخراج كل المسجلين في الكمبيوتر. هم حوالي 3000 حاج لغاية الآن، يعني بنتظروا من عام 2013 لليوم. تطمئن وزارة الأوقاف الإسلامية الحجاج على سلامتهم، فالوزارة تحصل منذ سنوات المرتبة الأولى في إدارة وتنظيم الحج على مستوى العالم العربي والإسلامي، وتحرص دائما على التقيد بالتعليمات التي تصدرها المملكة العربية السعودية. لأن وزارة الأوقاف هي تحرص دائما على التنظيم والإدارة وعدم التأخير وعلى تنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها أو تقوم بإصدارها المملكة العربية السعودية، وهذا بفضل الله يعتبر إنجاز، حيث أن فلسطين حققت هذا المركز ولسنوات يعني تحافظ على هذا التميز. تؤكد وزارة الأوقاف الإسلامية أن تكلفة الحج لهذا العام مقبولة إذا ما قورنت بالخدمات المقدمة ولقرب الفنادق التي يقيم فيها الحجاج من الحرم المكي الشريف. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا وهيأ لأهل الخير إلى الخير طريقا ومسلكا، وفرض على عباده حج بيته الحرام فجعله مكفرا للذنوب والآثام. تودع القدس اليوم أكثر من 570 حاجا آملين من الله عز وجل أن يردهم لأهلهم وديارهم سالمين غانمين. لبرنامج صباح الخير يا قدس، دينا دعنا القدس المحتلة.